متابعينا الكرام، متابعين موقع بصراحة، معكم محمد الجندي، وقضية جديدة بشبرا الخيمة، قضية قتل، ولكن دامت لشهرين بعد اختفاء. الجثة كانت متحللة داخل السكن ولكن لا يعلم بها أحد إلا الله. النهاردة أنا معايا زوجة المتوفي أو الشهيد للقمة عيشه بفلوس الجمعية اتغدر بيه. قولي لي حضرتك، احكي لي ايه اللي حصل مع عم سيد وتفاصيل الواقعه كلها. زوجي 18 11 كده غاب عننا، تمام، تليفوناته اتقفلت، قعدنا دورنا عليه في كل حته، رحنا الاسم بدل المره واثنين وثلاثه. انا اسف شويه، ماشي اعلي صوت شويه، تمام. وبعد كده عملنا محضر تغيب، دورنا في كل حته ما لقيناهوش. بعد كده بعد شهرين وكام يوم حد بعت لي رسالة على الواتس من المنطقة، قال بعد التغيب شهرين وخمس ايام. اتفضلي. حد بعت لي على الواتس ان في جثة موجودة في شارع متفرع من شارع النور، يعني شارع اسمه حاجة الدسوقي كده. والشارع ده كان سيد بيتردد عليه عند اصحابه، فيهم واحد اسمه محمد الصغير وعيل اسمه كوكي. وسيد الصغير، دول اصحابه اللي هو كان متعود يقعد معاهم. وكانوا بيتصلوا عليه وينزلوه في كل الاوقات. دي منطقته هو بيحبها، المنطقه دي هو بيحبها، شوف الخيمه مشيت عبد المنعم رياض شارع الوحده. نزلت اجري ما استنيتش، اللي هو انا بحاول ادور في كل حته، حتى لو ميت حتى لو عايش، المهم الاقيه. نزلت قابلت ضابط من اسمها وشبر الخيمه، وراني جزمة على التليفون بعد ما قلت له انا جوزي بقاله شهرين متغيب ومعرفش عنه حاجة وانا عاملة محضر بالكلام. بس انت عرفت ان في جثة لقوها وبقت موجودة في شبرا، في سابع في الشارع، في الشقة دي على نصيتها محل، اللي هم اصحابه اللي كان بيقف معاهم وينزل لهم يقعد معاهم ويتصور معاهم. نزلت يا فندم ورحت قابلت الضابط ده، اتحيلت عليه، وراني جزمة، قلت له هو عنده شكلها، عنده شبهها. يعني ما كنتش متاكده ومش لا. متاكده ان عم سيد يوصل ان هو يعني لا. يبقى مات اصلا او مات بالمنظر ده؟ لا، بس كنت بحاول، يعني ابرد قلبي ان هو الشارع ده كان بيقف على نصيته كتير مع اصحابه اللي هم كانوا على طول بيكلموه. اصحابه يعني، ممكن اقول لك ان يمكن هسالك سؤال، ان اصحابه هم كانوا اساس عمليه الغدر دي؟ اكيد. انا بجزم على ان جوزي اتغدر بيه بكل المقاييس، في اللي ممكن شايفه ان هو دخل البيت دوت، في اللي ممكن جره الحاجه زي كده، في اللي ممكن وقفه في المكان ده، في كل حاجه. طلعت ودخلت وقال لي هتطلعي بس الجثه متحلله، الجثه دي احنا لقيناها محطوط عليها بطاطين كتير جدا ومرتبة وكل حاجة في البيت محطوطة عليها عشان يقدروا على عملتهم، بس يا رب ربنا. اللي هم مين بقى؟ خليني بقى اسألك سؤال. واحد اسمه فوزي. ده متهم في المحاضر، يعني متهم واعترف كمان. طب خليني معاكي واحدة واحدة. اعترف ان قتلوا ليه؟ ايه سبب القتل؟ عشان هو بيقول اصل شتمني بأمي. هو ده يعقل؟ ده يعقل ان انا اشتمك فتقتلني؟ ده يعقل؟ لا طبعا، كلام ما يعقلش. انا جوزي كان عافي لدرجه ان مفيش واحد يقدر عليه. لا مش دي موت جوزي، انت ضربته، بتقول ان انت ضربته بازازه. انا قصدك ان هو اتاخد غدر عشان كده قدر عليه. ايوه اتاخد غدر، ومش واحد، ومحدش يقول لي ان هو واحد، ومحدش يقول لي ان واحد بس قدر على جوزي، لان جوزي يعني مش واحد يقدر عليه. يعني ممكن تكون 100 ترتبه؟ اكيد. انا جوزي ايه اللي هيخليه يطلع الدور السابع؟ انا جوزي، انا ساكنه في الدور الثاني، بيطلع الدور الثاني بالعافيه. اخته ساكنه في الدور الثالث، ما بيروحش عندها عشان السلم. ايه اللي هيطلع جوزي الدور السابع؟ ايه اللي هيطلع جوزي عند الناس دي؟ لو الناس دي عرفوا يسحبوه كويس، عرفوا يرتبوها كويس، عرفوا يطلعوا جوزي. وهو ومراته، والناس اكتشفت ان انا اساسا عرفوا ان الجثه دي فوق من مراته، واحد اسمه عمرو كوارشي وواحده اسمها بوسي، كانوا بيتخانقوا، كانوا جايبين براميل
عشان ينقلوا جوزك فيها. اللي هم اللي هو مين بقى اللي اعترف؟ اللي هي مراته. مرات مين؟ مرات اللي اعترف كانت جايبه واحد يشيل معاها الجثه. غير فوزي ده. غير فوزي ده يعني مرات الراجل اللي هي بوسي دي وشهرتها صباح بدرجيه. كانت جايبه واحد اسمه عمرو كوارشي علشان ينقل جوزي في براميل عشان ينهوا الحوار عشان ما نعرفلوش مكان تاني خلاص. والناس لما مسكوهم وشموا الريحه الناس مسكوهم وبلغوا. يعني هنا بقى اكتشفوا الموضوع لما حبوا ينقلوا الجثه. الريحه بقى وبدا الناس بقى تشك في الموضوع. الناس في البيت بقى اللي الناس في البيت برضو ازاي الناس اللي في البيت في جثه فوق في السابع راجل طلع. الناس اللي في الشارع انتوا مش شايفينه ازاي؟ اللي هم اصحابه. اللي هم اصحابه. طيب قلت لي حضرتك ان انت برضك بتلومي او بتتهمي زوجة فوزي ده. يا فندم يعني انا دلوقتي يعني قلت لي يمكن هي كانت بتساعد ده كلام حضرتك انها بتساعد فوزي ده اللي هو اللي اعترف علشان يتم عمليه القتل. مليون المية يا فندم مليون المية. لان دي واحده كانت طالعه تخلص من جوزي وجايبه له برميل وجايبه واحد يساعده. ده بعد ما مات بشهر ولا شهرين مثلا؟ بعد شهرين وخمس ايام. بعد ما قتلوه. انا البيت ده انا لما طلعت لقيت باب حديد عليه جنزير بقفل وباب تاني جوه عليه قفل. انتوا كنتوا حابسينه. انتوا كنتوا انا هو التقرير الطبي ما طلعش بس انتوا كنتوا حابسينه. انا جوزي كان ما بيتكتب. جوزي كان متكتف. قدروا عليه ازاي؟ انت بتقولي بقى جوزي ما عادش يقدر عليه ده. طب ازاي كتفوه؟ يبقى كده ده اكتر من خمسه مثلا يعني. ايوه يا فندم. وانا عايز اعرف الناس. هو راجل واحد بيقول لك انا اللي قتلته. راجل واحد بيشيل القضيه عشان يطلع كل دول ليه؟ الدافع ليه كده؟ عشان ايه؟ عشان ايه مراته تطلع امبارح القسم وما تطلع من القسم هي واللي كان طالع يتخلص منه يطلعوهم كده من القسم وما ينزلوش تحقيق نيابه؟ ما هي ممكن إيه؟ هقول لك حاجه بس عشان انا عندي تحفظ على ده يمكن يكون مش مدانين بحاجه. خليني بس واحده ما انا هقول من وجهه نظرك ووجهه نظري ووجهه نظر الشارع مدانين ولكن من وجهه نظر القانون يمكن لسه لم يتم ادانتهم. لا يا فندم ازاي؟ اما الناس اكتشفت ان هم طالعين يتخلصوا منه بالبرميل واتخانقوا عشان هو الولد اللي كان طالع معاه ده اتخانقوا عشان تنزله تخليه ينزله. يبقى ازاي يا فندم مش مدانين؟ وبعدين صباح دي ولا ايا كان اسمها هي الوحيده اللي اتقبل عليها واحد تاني قبل اللي قتل. بالظبط هي اللي جابته. هي اللي قالت ده جوزي اللي عمل فيه. طب انت عرفتي منين ان جوزك اللي عمل كده؟ عرفتي منين؟ الا وانتوا مرتبينها ومدبرينها. طب ليه ده كله؟ ليه 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 ليه؟ ايه اللي بينهم وبين عم سيد عشان يعملوا معاه كده؟ انا جوزي انا ما اعرفش اللي ايه الجبروت ده؟ ايه اللي هم ايوه يعني لا مش الجبروت يعني ايه ممكن يكون توقعك ان يكون في سبب يخليهم يعملوا ده كله؟ ما انا جوزي محبوب للناس كلها. اول مره اسمع عن فوزي ده انه ليه علاقه بجوزي. اول مره اسمع عن البني ادمه دي. دول بقالهم ست شهور بس جايين في منطقتنا. ست شهور بس جت في ست شهور مشتريه شقق في كل حته عاملينها تواليب للمخدرات. الناس دي بتبيع مخدرات. الكلام ده كله اتقال في التحقيق. لا ولما عرفنا الجريمه والناس بقى اللي في الشارع والكل بيتكلم. انا عايزه اعرف. انا الست قلت لي اللي كان معاه فلوس ما يقرب من حوالي 45000 جنيه. ايوه كان قاب الجمعيه. كان قاب الجمعيه خدوها منه. وتليفوناته. قولي لي لما دخلت عليه وشفتيه وعرفتيه ازاي وقلت له ايه اول ما هاني جت عليه قلت له مش دي متك حمد. عرفته. رغم ان الجثه متحلله مفيش ملامح باينه مفيش حاجه. ذنبه ايه تعمل فيه ده كله؟ ليه عمل ايه؟ عمل ايه عشان يستاهل كل ده؟ يعني هيئته موجوده هي طبعا قادره الناس. لكن الوش متحلل. الوش متحلل ولا هو نايم على وشه اصلا ما نايمون على وشه. بعد كده عرفنا ان كان مربوط واتشنق وكمان كان في سلاح ابيض بيقولوا عليه دم. الله اعلم كانوا مطعون كمان ولا لا. قلت لي في جاكيت باين كان ليه معاه ويعني ده بقى برضك يمكن اللي ساعدك شويه انك تعرفه.
عم سيد ساب لك اولاد واكيد بعد ثلاث بنات صغيرين ولا ثلاث بنات 6 سنين وثمان سنين واربعة عشر سنة ثلاث بنات كان شغال يا عم سيد فتح ورش كاوتش ربنا يقويك عليهم وده اللي انا اقدر اقوله ولو انا عايزه حقه انا عايزه حق جوزي انا مش هقول غير عايزه حق جوزي وحق الثلاث ولايا مش اكتر من كده انا جوزي ما نزلش من مكانه غير لما تلموا وتعرف كل حاجه بمعنى فاهمين بمعنى ان الجثه ما اتشالتش من فوق غير لما الحكومه جت ولمتهم مراته واللي هو عمرو كوارشي ده واللي هو فوزي اللي هو قتل بس يا فندم تاني تاني وتالت ومليون انا مش واحد يقدر على جوزي لازم يكون اكتر من اتنين ايوه مش واحد علشان يكتفوه او يقدروا مفيش واحد يقدر يكتف يقدر يكتف ولا يقدر يضرب ولا يقدر يعمل وكمان سلاح يعني كمان طعنينه ليه؟ يعني مشنوق إيه؟ ومطعون كمان عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه؟ انا عايز اعرف عمل لكم ايه؟ يستاهل علي ده كله عمل لكم ايه؟ البنات عايز اقول لك لما عرفوا كان يعني هم ممكن لو بناتك يبقوا معاكي طيب عشان مصدوم الكبيره مصدومه الكبيره ما بتتكلمش والصغيرين اطفال بيقولوا لك عند ربنا ده واحد حضرتك في حد يقدر عليه لوحده؟ شوف الهيئة دي ده واحد حد يقدر عليه لوحده؟ معروف بجدعنته في المنطقة معروف ان هو محبوب من كل الناس حضرتك شوف جنازته عريس ومروحينه زفة كانت زفة عريس كانت زفة عريس وحسن خاتمة رنان بتقول لك بابا في الجنة هو شهيد هو شهيد ما هو يعني الراجل يعني هو شهيد هو شهيد اهله فهو شهيد معلش رنان ورداش بيقولوا لك بابا في الجنة ورضوى ما بتتكلمش رضوى مصدومة من ساعتها والله أمه حالة أمه وأمه أمه كل شوية بتجري في الشوارع بيجيبوها امبارح في الشارع ده سيد ولد على بنتين بس سيد عين واحدة سيد لينا داره وسند لينا وليهم ما فكرتيش وانت قاعدة مع نفسك يمكن يكون سبب ان هم يوصلوا بسيد المرحلة ديت وان هم يقتلوه او ان هم يقدروا بيه ليه يعني ليه ما هو برضك يعني جوزي كان محبوب من الناس كلها جوزي الاطفال الكبار الصغيرين الناس الكبيرة كله بيحبه كله بيحبه بينه وبين امه الشقة اللي مقتول فيها بينه وبين امه ما تكملش 30 متر واحنا قلبنا على التاني يعني الشقة جنب شقة والدته والدته عرفت ان هو استشهد ولا والدته بتموت والدته بتموت ربنا يرحمه يا رب ربنا يرحمه واخر كلمة له حق اخر كلمه منك لكل اللي بيسمعوكي وللنائب العام زي ما عايز حق جوزي عايز اللي عملوا كده في جوزي يتشنوا عايز حق جوزي عايز حق حسبي الله ونعم الوكيل عايز حق جوزي وحق الثلاث ولايا عايز حق جوزي ربنا يرحمه يا رب شكرا لكم كل متابعين موقع بصراحه ربنا يرد لها حقها وحق عم سيد شهيد الغدر شكرا لك.